وتسطحه أسفل منه، وقد ظهر وسط وعورة الجبال أنه بالفعل من صنع البشر. إن من اتباع الأسباب عند ذي القرنين أنه استخدم زبر الحديد الموجود بتلك المنطقة نتيجة النشاط البركاني في صناعة هذا الردم. إن الجبلين المتقابلين في اللغة العربية يطلق عليهما صدفين، ويظهر هذا جليا أمامنا وهما متصلان بحافتي ردم ذي القرنين مساويان له في الارتفاع عند الالتقاء بقمته، كما قال سبحانه: حتى إذا ساوى بين الصدفين. تهبط الطائرة المروحية على حافة أحد الصدفين أمام الردم، ويظهر الوادي بيد أنه يستحيل النزول إليه من موقعنا هذا. آتوني زبر الحديد. الزبر زي ورقة جمع زبرة، اللي هي ايه؟ القطعة من الحديد الكبير، ومش حديد وبس. قال وبعدين هاتوا نار وأوقدوه حتى تحمر كده وتنصهر، وبعدين مش عارف حط أسمنت يملي الفجوات، لا هات نحاس مزاف واغلوا النحاس المزاف وحطوه كده عشان يتقلل الفجوات اللي بين ايه؟ اللي بين الطوب المسلح بقى اللي عمله. آتوني ايه؟ زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدقين، صدقين جمع صدقة، الصدق هو الجامع. سأصرف عن آياتي الذين إيه يسقفون، يعني إيه ياخدوا منا جامع، يبقى الصدق هو الجامع. وما دام جبلين كده زي إيه ده كده، يبقى بينهم إيه الفجوة دي، عايز هم يعمل الفجوة دي، أيام الحديد ووضع خلهم يعملوا إيه ساوى بين الصدقين. سوى بين الصدفين بين الجانبين، سوى يعني ادى مباني او ادى حديد.